حضرات سيدة السادة، حضرات ممثلي وسائل الإعلام، بداية أود أن أشيد بنجاح هذا أشغال هذا الدورة وباعتماد الإعلام المشترك الذي يعد خارطة الطريق مستقبلية للتعاون ومحطة أساسية لبناء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات قائدي المملكتين المغربية والبلجيكية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وجلالة الملك فيليب. لقد شكل هذا اللقاء فرصة مهمة لاستعراض وتقييم حصيلة العلاقات الثنائية والتوقيع على مجموعة من آلية التعاون المستقبلي لإرساء شراكة فاعلة. وإذ أنوه بمستوى التعاون المتميز بين البلدين في مجالات عدة مثل الطاقات المتجددة والنقل والصناعات الفلاحية، فإنني أؤكد أن هذا التعاون سيسمح للبلدين بلعب دور ريادي في محيطهما الأور المتوسطي والأور الإفريقي، خاصة وأن بلدنا يعد قطبا مهما للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات الأوروبية والبلجيكية خصوصا في إفريقيا. ويعد انعقاد منتدى الأعمال المغربي البلجيكي يوم غد في الدار البيضاء فرصة لبلورة وتطوير مشاريع مشتركة واستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة لدى البلدين، لا سيما استفادة الشركات البلجيكية من ميثاق الاستثمار الجديد واستثمار إمكانات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وكذا المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. ونحن نحتفل بالذكرى 60 للتوقيع على اتفاقية التشغيل الثنائية بين المملكتين، لا بد أن أشير بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية ببلجيكا كفاعل أساسي في الشراكة المغربية البلجيكية ومساهمتها في تقارب الشعبين الصديقين. وقد أظهرت هذه الدورة تقارب وجهات النظر والمواقف في العديد من القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك، وشكلت مناسبة للتأكيد على مواصلة التزامنا بدور المملكتين المغربية والبلجيكية البناء والاستباق للمساهمة في حل تلك القضايا. وفي هذا الإطار نتمن موقف بلجيكا بخصوص قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 باعتبارها الأساس أكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل. وبذلك يشيد المغرب باصطفاف بلجيكا إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية التي عبرت عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي ومساندتها لمجهودات بلادنا لحل قضية الصحراء المغربية. كما أشيد مساندة المملكة البلجيكية للمبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي كتهدف بالأساس إلى تقوية الاندماج الإقليمي وكذا تشجيع الحوار والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة الإفريقية الأطلسية، لا سيما مع تفعيل مشروع ديال أنبوب الغاز مع نيجيريا المغرب والذي سيزود أوروبا مروراً ب13 دولة إفريقية. كما ستمكن المبادرة الملكية من مواكبة دول الساحل في إيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجهها عبر تسريع اندماجها الاقتصادي والاستفادة من البنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي توفرها هذه المبادرة عبر الولوج إلى المحيط الأطلسي. أود في الختام أن أتقدم بالشكر لمملكة بلجيكا على التزامها بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتفاعلها الإيجابي للدفاع عن هذه الشراكة واستمرارها. كما أؤكد أن المملكتين تتقاسمان نفس التوجه في العديد من القضايا خصوصا فيما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط
وأغتنم هذه المناسبة للتأكيد على موقف المملكة المغربية الثابت من عدالة القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك نصره الله رئيس لجنة القدس، وغامي إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإيصال المساعدات ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة. كما تؤكد المملكة على ضرورة إطلاق عملية سلام حقيقية تؤدي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وشكرا لكم.